معلوم انكم في كاحزاب اسلاميه شيعيه تتحسسون من الـ من الـ من الرتب العسكريه في المواقع المهمه، وهذا يعني كان واضحا بعد 2003 ليس في موقعها وانما في موقعا سياسيا كموقع الوزير. هل ستقبلون بان يكون في الدفاع والداخليه قاده لهم شعبيه؟ يعني مثل ما تعرفون هو يمكن انتم والكرد تتحسسون من هذه الاشياء مثل ما هو معروف ان الدستور العراقي هو حدد مسارات ممارسه العمل السياسي كما تعرفون. هو الدستور العراقي ابعد المؤسسات الامنيه والعسكريه من ممارسه العمل السياسي حتى لا يتم الخلط بينهم، وتبقى مهمه الرجل العسكري هي مهمه وطنيه في كل المراحل وفي كل الأوقات، وتبقى مهمة الذي يريد يعمل سياسة ممكن أن يتخلى عن مهمته العسكرية ويمارسها بشكل حر وسليم كأي مواطن عراقي آخر بعد أن يستقال وتمر عليه فترة قانونية معروفة ومحددة بالقانون. ولذلك لا يوجد حساسية من الرجل العسكري، ولكن أكو حساسية دستورية من أن يكون هناك اختلاط، لأنه مثل ما تعرفون العراق مر بتجربة طويلة ومعقدة من النظام حكم العسكر اللي خلق نوع من الأنظمة الدكتاتورية ونوع من التسلط، وعادة حكم العسكر يؤمن بالنظام الانقلابي وهذا يتناقض بشكل أو بآخر مع العملية الدستورية والعملية الديمقراطية وكثير من المبررات يعني مما تفضلت به من ذلك. لكن مثل ما هو أيضا معروف لديكم أنه كل المراحل اللي مضت تم انتداب بعض الشخصيات العسكرية وتولوا مناصب في الوزارات الأمنية وحتى بعض الوزارات الأخرى.